ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتابع بقى اخبار 7 داي سبورت. الحقيقه ان احنا طبعا هنبدا كل حلقه باخبارنا من النادي الاهلي، لكن خبر النهارده انا سعيد جدا بيه، خبر مفاجئ ولكنه سعيد لجماهير النادي الاهلي المحبه لكابتن وليد سليمان. وليد سليمان نائبا رئيس قطاع الناشئين ومعايشه في برشلونه وليفربول لتاهيله. قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تعيين وليد سليمان لاعب الاهلي السابق نائبا لرئيس قطاع الناشئين واعداده ليكون احد الكوادر المؤهله بقطاع الكره في المستقبل. عندي تعليق مهم جدا على هذا الخبر. كابتن وليد سليمان من اللعيبه اللي انتمائها للنادي الاهلي واضح جدا من قبل ما يجي النادي الاهلي، من اول ما كان في بتروجيت وامبي الى ان انتقل للنادي الاهلي، احد ابناء النادي الاهلي المخلصين. الحقيقه السعاده بالخبر ده في حاجتين. الحاجة الأولانية إن أهو اللي بيخلص للنادي الأهلي واللي بيستمر في النادي الأهلي معروف بعد كده إنه ليه دور جوه النادي الأهلي، معروف إنه هيكون أحد كوادر النادي الأهلي ومعايشة ببرشلونة ومعايشة، يعني بص حاجات كتير جدا للشخص اللي بيخلص للنادي الأهلي. إخلاصك للنادي الأهلي مكسب كبير جدا. طبعا كابتن وليد سليمان هو أحد الكباتن ورموز النادي الأهلي وشال الأهلي في وقت من الأوقات، وكان الجيل الانتقالي أو الفترة الانتقالية بين الجيل السابق جيل كابتن محمد بركات وأبو تريكة والجيل العظيم ده والجيل الموجود الحالي. كابتن وليد سليمان كان ليه دور كبير جدا غير كرة القدم، غير أنه هو أحد أبرز نجوم النادي الأهلي وأحد اللعيبة الموهوبين في النادي الأهلي، إلا أنه كان واحد من اللي كان ليهم دور في غرفة الملابس عظيم جدا. واحد نقل في فترة من الفترات الجيل الموجود دلوقتي، نقل لهم ثقافة الفوز، نقل لهم الشخصية بتاعت النادي الأهلي، هوية النادي الأهلي نقلها للجيل الموجود في الحالي، الموجود الحالي عفوا. طبعا كابتن وليد سليمان مبروك، إضافة كبيرة لقطاع الناشئين النادي الأهلي، إضافة كبيرة للاعبي قطاع الناشئين إن هم هيبقوا قدامهم بدل الرمز الواحد كابتن خالد بيبو، هيبقى عندهم كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان، حاجة على مستوى عالي جدا يعني. طبعا هو هيعمل معايشة في ليفربول وبرشلونة، ده إعداد إداري. الراجل ده لسه مبطل كوره، محتاج كادر اداري زي دوت، محتاج ان هو يعمل فتره معايشه في ليفربول، محتاج انه يعمل فتره معايشه في برشلونه، مدرستين مختلفتين خالص، المدرسه الانجليزيه مدرسه ليفربول واللي فيها شغل عالي جدا اداريا وناس محافظه على القاعده بتاعه غرفه الملابس وسقف الرواتب والحاجات دي كلها، ومدرسه ليفربول بقى اللي هي طبعا المدرسه الاساس بتاع الكرة الأسبانية، يعني الكرة الأسبانية اللي معروفة كرة كرويف اللي هي بتاعت برشلونة المعروفة جدا، ليها بقى قواعد تانية إدارية مختلفة خالص عن الكلاسيك بتاع الكرة الإنجليزية، الكرة الكلاسيكية الإنجليزية بتاعت ليفربول. الحقيقة طبعا كل التوفيق للكابتن وليد سليمان، راجل أخلص للنادي الأهلي وحاليا هو هيبقى أحد الكوادر الشابة إداريا في النادي الأهلي، وهيبقى ليه أدوار كتير جدا 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 مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية. كابتن وليد سليمان ألف ألف مبروك.